مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في كلام مسؤول. وفي هذه الفقرة سنستضيف السيد سانجاي ماتشاندا، هو الرئيس التنفيذي لشركة نخيل العقارية. وطبعا هنالك مواضيع كثيرة شيقة، وطبعا ستكون معي في هذا الحوار الزميلة لبنى. هلا حسين. إذا قبل أن نبدأ النقاش والحوار وأخبار نخيل، طبعا دعونا نكون في هذا العارض للسيرة الذاتية للرئيس التنفيذي لشركة نخيل العقارية. ومشاهدينا قبل أن نبدأ بالحوار، دعونا نذكر بأبرز ما حدث مع شركة نخيل، حيث منحت شركة نخيل عقد بقيمة 146 مليون درهم إماراتي لشركة ميتاك جنرال لبناء أكثر من 84 وحدة سكنية في مشروع جميرة آيلاند في دبي. كما ستقوم الشركة ببناء مجمعات لتجارة التجزئة في الفرجان وفي انترناشنال سيتي بعقد مجمع قيمته أكثر من 80 مليون درهم. وقد بدأت نخيل بتحويل أموال الدائنين الماليين والبالغة 5 مليارات و500 مليون درهم إلى البنوك، لتكون بذلك تمكنت وفي مدة 4 سنوات من الانتهاء من واحدة من أكبر وأكثر عمليات إعادة الهيكلة تعقيدا. إذن لمناقشة هذا الموضوع أكثر، دعونا نرحب من جديد بالسيد سانجاي ماتشاندا، وهو رئيس التنفيذي لشركة نخيل العقارية. مرحبا بك وشكرا لهذه المشاركة معنا اليوم. بداية، أعلنتم عن سداد كافة الديون المستحقة للبنوك. نحن نتحدث هنا عن ما يقارب 8 مليارات دولار أو درهم إماراتي. هذه الدفعة تأتي قبل 4 سنوات من الاستحقاق. حدثنا أكثر عن البنوك اللي أنتم عم تدفعوا لها، وعن عملية إعادة الهيكل التي بدأتها الشركة والتي انتهت بهذه الخطوة. كما يعلم الجميع، فإن شركة نخيل مرت بأزمة مالية، وفي آب أغسطس من العام 2011 أتممنا عملية إعادة الهيكلة مع جميع المصارف وغيرها من المؤسسات الدائنة. ونتيجة لذلك وكشركة نخيل تعين علينا دفع 8 مليارات درهم تقريبا بحلول شهر شباط فبراير 2018، وبدأنا في أغسطس آب 2011، وبعد 3 أو 4 أعوام من العام من مارس 2014 كان لدينا ما يكفي من الأموال النقدية، وأعلننا في مارس 2014 بأننا سددنا 2.4 مليار درهم، واليوم أعلننا أيضا بأن بقية الدين ب5 مليارات و500 مليون درهم قد سددت إلى المصارف. كان هناك 31 مصرفا معظمهم مصارف إماراتية، وكان هناك 20 بنكا أجنبيا، وبالتالي نحن سددنا 8 مليارات التي كانت مترتبة كديون علينا، والتزمنا بالسداد بحلول مارس 2018، لكننا تمكنا من سداد كل شيء في أغسطس 2014، إذن سددنا كل ديوننا. يعني سيد ماتشاندا، عادة عندما نشهد هذه الحركة من تسديد للديون قبل الاستحقاق، عادة تكون لسببين. سبب ذكرته هو توافر السيولة بشكل جيد، وسبب آخر قد يكون هنالك ربما عدم توسعات للشركة عندما تسدد الديون وعدم استخدامها للتوسع في المشاريع. هل لديكم أي تباطؤ سيكون خلال هذا العام وإلى ربما الأعوام الثلاثة القادمة، تباطؤ في إصدار المشاريع الجديدة؟ أعتقد أن الواقع هو العكس من ذلك، حيث أننا كنا ملتزمين جدا، فعندما بدأنا عملية إعادة الهيكلة كان لدينا مجموعة من الالتزامات مثل
قمنا ببناء 9000 وحدة، كان يتعين علينا بناء 9000 وحدة وقد بنينا 8000 منها، والأموال التي كانت مستحقة لنخيل سددت. وفي الوقت ذاته وإذا أخذنا بعين الاعتبار بأن الأسواق كانت تنظر إلى نخيل كشركة عقارية أساسية لدعم الاقتصاد المحلي من خلال إعطاء الموردين والمقاولين الفرصة للعمل، كنا أول من أعلن عن 104 وحدات في بالم جميرة، وهذا الأمر ساعدنا في مساعدة تطوير حقيبة منتجاتنا، وأعلننا عن 21 مشروعا جديدا وحققنا عمليات بيع كبيرة جدا في هذه المشاريع. وبما أن الناس قد سددوا لنا المبالغ للمشاريع القديمة إضافة إلى المشاريع الجديدة، كل ذلك وفر لنا الأموال النقدية، وبالتالي كان القرار الاستراتيجي بأننا سنستفيد من الأموال الفائضة لتخفيض انكشاف الشركة على الديون، وهذا الأمر أفضل بالنسبة للشركة من الاستمرار في حالة دين، وإنما قمنا بالموازنة بين سداد الديون وكذلك ضمان بناء مشاريع جديدة وبنائها وتسليمها. إذن هذا الأمر تحقق. طيب، زيادة المبيعات، عم تحكي عن مشاريع جديدة والمزيد من المنتجات، السيولة التي توفرت لديكم هي بشكل رئيسي معتمدة على الطفرة العقارية، إذا نستطيع أن نسميها بطفرة أو ربما حتى بالفقاعة بحسب بعض التقارير التي حدثت في السوق الإماراتية وسوق دبي بالتحديد في الفترة الأخيرة، طفرة أو ربما ارتفاعات، دعنا نضع يمكن بسياق أفضل، حتى صندوق النقد الدولي كان قد حذر منها. برأيك هل تعتبر بأنه هذه الارتفاعات وهذا التحسن هو شيء مستمر ومستدام، أو أنه ربما نحن عم نعيد سيناريو قديم؟ أعتقد أنه من المهم من المنظور الذي نرى فيه الأمور بالنسبة لمشاريعنا التي أطلقت، وإذا رأينا ليس أي مشروع مشاريعنا كبيرا، هي مشاريع صغيرة أقل من 200 أو 500 وحدة في بعض المناطق التي فيها طلب مستدام. مثلا بالم جميرة هي مجتمع محلي كبير، ومعظم منتجاتنا هناك أو مشاريعنا قد بيعت، وفي جميرة بارك جمعنا 1.6 مليار درهم من أحد المشاريع. إذن بغض النظر عنا نحن، فإننا وإلى جانب الآخرين اتخذنا الإجراءات المطلوبة لضمان أن تكون عمليات البيع تجري وفق القوانين، كما أن هناك رسما للتسجيل فرضته السلطات، وزادت ذلك من أجل التعامل مع الموضوع، وبالتالي هناك من هو مهتم في شراء منتجاتنا، وبالتالي لا أعتقد أن دبي قد فقدت بريقها، وإنما عادت بقوة. هي مدينة عالمية وهي من المدن الفتية في العالم، وإذا ما قارنا بين الأسعار الخاصة بالوحدات السكنية والتجارية في مختلف المدن التي تنافس دبي على المستوى العالمي، نجد أن دبي هي الأرخص ثمنا، وبالتالي لماذا هناك من يعتقد بأن هناك ما يسمى متلازمة الفقاعة؟ أعتقد أن حتى الشارين من المستثمرين كانوا حذرين جدا في محاولة ضمان أن يشتروا أشياء يستطيعون سداد ثمنها. إذن الجميع في السوق يعملون بطريقة منطقية، وأعتقد أن هذا الأمر مستدام. قد تحصل بعض الأمور وخاصة في حال التفاعل بين العرض والطلب، لكن أشك في أنه سيكون لدينا سيناريو مشابه لما حصل في 2007 أو 2008 ثمانية، أشك كثيرا في ذلك. يعني ذكرت نقطة مهمة سيد ماتشاندا، وهي يعني تصرف ربما الحكومة وخصوصا دائرة الأراضي والأملاك في رفع
تكاليف التسجيل ربما من 2 إلى 4%. شهدنا حتى قرار من البنك المركزي لتخفيض الحد الأقصى من الإقراض، ولكن هل تعتقد بأن هذا كافي؟ لأنه يعني قارنت مع دول مهمة ومدن مهمة، ولكن لو نظرنا إلى هذه المدن نحن نرى تقريبا الإجراءات قد تكلف حوالي 10% بحال أحد يعني أراد أن يشتري أو يبيع أي شقة سكنية. هل تعتقد بأنه لدينا أن نأخذ ربما إجراءات حتى أكثر تشددا؟ أعتقد أن الجميع كان يراقب السوق بحذر وعناية، ولا سيما تزايد أسعار أو عفوا رسوم التسجيل من 2 إلى 4%. كان لهذا الأمر تأثير في البداية، لكن بدأ الناس يأخذون ذلك بعناية بعين الاعتبار وبدأوا يحتسبون ذلك ضمن الأرباح، وبالتالي هذه الرسوم ما زالت منخفضة نسبيا. أما بالنسبة للمصارف، إذا نظرت إلى الإحصائيات المنشورة من قبل دائرة الأراضي في دبي، فإن 80% من عمليات البيع تتم نقدا وبأموال نقدية كاش، وبالتالي المستثمرون أو الشركات الكبرى أو كل من يشتري العقارات يشترون من أموالهم أو من حقوق المساهمين لديهم، وبالتالي مستوى الرهون العقارية في حدوده الدنيا. هذا الأمر أدى إلى حالة من الانضباط، أي أن من كان مهتما بالحصول على القروض من المصارف، هذا السقف سيساعد المصارف في عدم ضخ الكثير من السيولة في القطاع العقاري، وإنما تقديم الرهون العقارية بشروط انتقائية بحسب اشتراطات المصرف المركزي. أعتقد أن كل هذه الإجراءات ستساعد في خلق سوق أكثر نضجا. طيب سأعود من جديد إلى الموضوع اللي كنت قد ذكرته، موضوع التسليمات، موضوع المبيعات. الآن في هذا الوقت وبعد أنه ربما دعنا نضع بسياقة الأسواق والمستثمر تعلم بشكل صعب بعد درس الأزمة المالية العالمية الأخيرة، الآن ما هي المحددات التي تدفعك وتوجهك للشراء في دبي؟ على أي أساس وكيف ترون الإقبال وكيف؟ ليس الأمر سرا بأن دبي كانت متميزة في عقول المستثمرين لأسباب عديدة، فهناك طريقة الاستثمار في دبي سهلة، كما أنه لدينا بيئة تنظيمية محابية للمستثمرين. كل ذلك دفع المستثمرين للاهتمام بالقطاع العقاري، ولا سيما الوضع الجيوسياسي المحيط بدبي. هذا الأمر ساعد الناس في البحث عن أماكن أكثر أمنا لوضع عائلاتهم وأصدقائهم، وهذا الأمر نجم عنه رغبة أشخاص كثيرين باللجوء إلى دبي، حيث يمكنهم شراء العقارات وضمان معيشتهم وأمنهم. ودعونا لا ننسى أيضا بأن أسعار العقارات لا زالت منخفضة نسبيا مع السوق العالمية، وبالتأكيد أي مستثمر دولي عندما يريد اتخاذ قرار استثماري، كل هذه العوامل سيضعها في ذهنه وسيقوم بالمفاضلة بين دبي والمدن الأخرى، وسيجد أن هناك مزايا. طبعا دبي لديها طبيعة تنافسية قوية وهي تجتذب وتستقطب الاستثمارات. أيضا دعونا لا ننسى بأن التجارة والسياحة وقطاع النقل، وهي القطاعات الثلاث الأساسية في اقتصاد دبي، تسجل معدلات نمو صحية، وإذا كانت هذه العناصر الأساسية موجودة فإنها تدعم القطاع العقاري بطريقة كبيرة طبعا. نعم سيد ماتشاندا، أرجو أن تبقى معنا، سنستكمل هذا الحوار ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. إذن نعود إلى ضيفنا هنا في الاستوديو، الرئيس التنفيذي لشركة نخيل العقارية السيد سانجي مانتشاندا. سيد سانجي، السؤال الآن مع طبعا قيامكم بدفع الديون المستحقة قبل وقتها، كل ذلك يندرج ضمن إعادة هيكلة قمتم بها، هذه العمليات أو عمليات الدفع هذه كيف ستنعكس على كلفة إعادة الهيكلة، ومتى سينعكس الموضوع كله على نتائج المالية للشركة؟
طبعا ستنعكس بطريقة إيجابية على القوائم المالية والأرباح. فإذا استعملت تدريبي في مجال المحاسبة، نحن لدينا 8 مليارات درهم في جانب المطالب، وهذه المليارات الثمانية اختفت، وبالتالي هذا الأمر عزز ميزانيتنا لأن الدين انخفض بنسبة 65% من إجمالي الديون البالغة 12.3 مليار. أيضا لدينا صكوك أصدرناها بمبلغ 4 مليارات و400 مليون درهم. إذا ديننا انخفض إلى 4 مليارات و400 مليون درهم، وهذه علامة صحية. بالنسبة للأرباح والخسائر، طبعا سيكون لدينا تحسن كبير في أرباحنا لأننا كنا نسدد 400 مليون كفائدة على مختلف الديون المصرفية كفائدة مصرفية، وهذه الأموال لم تعد جزءا من سجلنا، وهذا الأمر سيحسن أرباحنا وسيحسن كل أداء الشركة. طيب سيد ماتشاندا، بما أنه عادت الثقة للقطاع العقاري وخصوصا لشركة نخيل، وحتى يعني بعد أن شهدنا هذا التسديد المبكر للديون، بحال أردتم تمويل مشاريع جديدة، هل ستكون عبر طرح صكوك جديدة أم هل ستكون عبر البنوك؟ نحن لدينا الكثير من الخيارات المتاحة، ويمكنني القول بأننا بما أننا سددنا ديوننا قبل الوقت المحدد، ونوع الاستثمارات التي نقوم بها في مجال التأجير وقطاع الضيافة والتجزئة، هذا بحد ذاته عامل مريح بالنسبة لأي جهة مقرضة، سواء كان ذلك على شكل قروض مصرفية أو كتابات أولية أو قروض مصرفية أو صكوك. سيكون لدينا الكثير من الخيارات التي سنراجعها، وفي الوقت المناسب إذا احتجنا سوف نلجأ إلى الأسواق. هذه عملية متواصلة حيث أننا نراجع مختلف الخيارات المتاحة، ولكن قدرتنا على استقطاب الأموال ازدادت بصورة كبيرة. هل لديكم أي خطط لإدراج الشركة في سوق دبي المالي أو في أي سوق آخر؟ هذه المسألة خضعت للمراجعة الداخلية، وهي قرار استراتيجي لا يقتصر على الشركة والإدارة، وإنما أيضا يعود إلى المساهمين. وإذا جاء الوقت المناسب ربما قد نراجع إمكانية الإدراج في الأسواق، لكن في هذا الوقت نحن نقيم ونراجع مختلف المقترحات المطروحة التي نعتقد أنها جيدة للشركة، و أي شيء يساعد الاستدامة الطويلة الأجل ويحافظ على القوى المالية للشركة سوف نلجأ إليه، وستكون الخطوة التي نتخذها. يعني أنتم تقومون بتقييم هذا الموضوع، وهناك ربما نية لأن يكون في إدراج. يعني إذا فينا نسأل أدي المفاوضات ربما هل اقترنت منا بشكل جيد أم لا؟ أعتقد أنه بالنسبة لأي استدامة طويلة الأجل في القطاع العقاري من المهم للشركة أن تكون قادرة على الحصول على أموال طويلة الأجل. في الوقت الحاضر نحن نستفيد من أموالنا التي نحصل عليها من الزبائن، والزبائن أيضا والأموال التي نستطيع الحصول عليها من الادخارات، وفي الوقت المناسب وبناء على القرارات الاستراتيجية المتخذة بخصوص الشركة وخططها ونشاطاتها التطويرية، ربما قد نعود ونراجع الخيارات ونبحث عن حلول تمويلية طويلة الأجل عوضا فقط عن العمل بناء على تمويل قصير الأجل. والفكرة هي أن يكون لدينا وضع وشركة ذات وضع مالي قوي. نتكلم بعض الشيء عن استراتيجيات الشركة على المدى الطويل. يعني إذا كانت منه لديكم بعض الأرباح المكررة، إلى أي درجة ستعتمد الشركة في استراتيجيات يعني قادمة على الأرباح المكررة، وما هي تقريبا الآن العوائد من هذه الأرباح؟ كما ألمحت إلى قبل قليل إلى استراتيجيتنا عندما بدأنا
أعمالنا في أو عندما بدأنا إعادة الهيكلة في أغسطس 2011 كنا نريد إعادة المشاريع المتوقفة وطرح المشاريع الجديدة. إذن نحن لم نطرح فقط مشاريع جديدة وإنما نظرنا في المجتمعات المحلية والأماكن التي يمكن أن تحقق لنا فائدة في تحسين أعمالنا وخدماتنا، وبناء على ذلك بدأنا التشديد بصورة أكبر على خلق أصول يمكنها أن تولد أموال نقدية لشركتنا. لدينا عدد من المراكز المحلية المجتمعية في جوميرا بارك وجوميرا آيلاند وديسكفري غاردنز والفورجان وكل هذه الأماكن. وثم أدركنا بأنه لدينا غياب عن القطاع السياحي ولم نقم ببناء أي فنادق، وهذا الأمر لم يحصل، وبالتالي دخلنا في قطاع الضيافة والفنادق ونأمل ببناء 10 فنادق بآلاف الغرف بمليارات الدراهم. ونحن نشدد هنا على زيادة قطاع التجزئة وقطاع الضيافة وقطاع التأجير، وهذا الأمر سيولد الأموال النقدية لشركتنا، وفي الوقت ذاته سوف يطور المنتجات التي يمكن أن تباع للمستهلكين والمستفيدين الذين سيولدون لنا أموالا نقدية تحسن استراتيجيتنا وتحسن أصول الشركة وتجعلها أقوى من حيث التقويم، ويساعد على توليد الأموال النقدية، وفي حال احتجنا يمكننا الحصول على الأموال أيضا من الأسواق وليس فقط من الزبائن، وبالتالي نستطيع استفادة من الأموال المتاحة في السوق لتحقيق التزاماتنا، وبحيث يكون لدينا مزيج يساعدنا على تحقيق الاستثمارات في قطاع الضيافة والتجزئة، وفي الوقت ذاته ضمان بأن المشاريع الأكبر يمكن أن تمول في الوقت المناسب لدعم ما هو قائم لدينا في محفظتنا. هذه هي استراتيجيتنا الإجمالية. دعني يعني معنا أيضا دقيقتين، قطاع الضيافة اللي تحدثت عنه ودخولكم إليه، متى سيكون وكم الاستثمار المرصود لذلك؟ كما قلت نحن نرغب ببناء 10 فنادق في المدينة الدولية انترناشنال سيتي بالقرب من دراغون مول، ونتوقع أن ينتهي هذا الأمر بحلول نهاية هذا العام، وسيكون أول فندق، ثم لدينا فندق آخر في المدينة الدولية وفي مول ابن بطوطة، ولدينا أيضا عقار في البالم يسمى البالم تاور في بالم جميرة، وفي أيضا ديرا آيلاندز هناك مشاريع سوف يكون لدينا مشاريع في القطاع السياحي هناك وخاصة المنتجعات والفنادق. إذن سوف ندعم رؤية دبي للعام 2020 ومشروع إكسبو وتعزيز أصول الشركة في الوقت ذاته وتنويع محفظتنا. هل سنسمع عن مشاريع جديدة خلال العام الحالي؟ وكيف سيكون التمويل أكيد؟ أنا واثق من أنكم ستواصلون سماع أخبار المشاريع الجديدة، ونحن لن نعلن عن أي مشروع ما لم نكن واثقين من طريقة تمويله ومن إنجازه في الوقت المناسب، وبالتالي نحن حذرين في إعلاناتنا وفي ما نبدأه، وسوف نكمل ما نبدأه إن شاء الله. نعم، السيد سانجاي ماتشاندا الرئيس التنفيذي لشركة نخيل العقارية، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. طبعا والشكر متواصل لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، دائما إلى اللقاء.